طبعا حضراتكم وانتوا بتشوفوا الفيديو ده حاليا بتقولوا ان ده فيديو طبيعي وواقعي وفي حد بيصور البنوتة الجميلة دي وهي بتجري على الشاطئ، بس في الحقيقة الفيديو ده تم توليده بالذكاء الاصطناعي من الالف الى الياء ومش فيديو حقيقي. بس انا طبعا بعذر اي حد ممكن ما يصدقش من كتر ان الفيديو يبان انه حقيقي وواقعي وبالجودة العالية ديت. طب ايه هو الموقع اللي ممكن يولد فيديوهات احترافية بالشكل ده وازاي نسجل فيه ونستخدمه؟ ده اللي هنعرفه سريعا مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله، ازايكم عاملين ايه؟ الذكاء الاصطناعي يا جماعة مش عارف رايح بينا على فين. مش هطول بقى على حضراتكم، الرابط اللي انا هسيبه لك في التعليق المثبت اول ما تضغط عليه هيفتح معاك الموقع ده، وهو موقع hotshot.co، وهو ده الفيديو اللي من خلاله هنولد فيديوهات احترافية بالشكل اللي حضراتكم شفتوه من خلال نص بنكتبه وهو بيبتدي يعمل له معالجة ويحوله لنا لفيديو. تمام، اول خطوة معانا هنبتدي نسجل على الموقع. هنسجل ازاي؟ هنروح على الاختيار ده make your own او اصنع بنفسك ونضغط عليه. بعدها بيفتح معاك الصفحة ديت وبتبتدي تسجل بالجيميل بتاعك على جوجل. بعد ما بتتم عملية التسجيل بتلاقي الموقع فتح معاك بالشكل ده، وزي ما حضراتكم شايفين الموقع واجهته بسيطة خالص. كل اللي مطلوب مننا هنيجي في الخانة او المربع ده اللي بيقول لك what are your imagining او انت بتتخيل ايه، عشان تبتدي تحط النص اللي هو هيحوله لك الى فيديو. وكمان لو نزلنا لتحت كده دي يا جماعة زي ما انتوا شايفين امثلة لفيديوهات تم توليدها من خلال الموقع برضو من خلال اوامر بتتكتب وبعدها بيحول الفيديو بالشكل الاحترافي اللي حضراتكم شايفينه. يعني استحالة يعني حد يشوف فيديوهات زي دي ويقول ان هي معمولة بالذكاء الاصطناعي مش فيديوهات حقيقية، بس في واقع الامر زي ما انا قلت لكم الذكاء الاصطناعي بقى مرعب، دي كلها نصوص اتحولت لفيديوهات بالشكل ده. تمام، يلا بقى احنا كمان نبتدي نعمل ابداع زي الفيديوهات اللي احنا شايفينها. وفي حاجة برضو لو حد مش عارف يكتب الاوامر ازاي ممكن من خلال الفيديوهات دي يعرف الامر بيتكتب ازاي. يعني مثلا لو وقفنا على الفيديو ده close up eyes a beautiful woman، خلينا نحوله للعربي عشان لو حد ضعيف زي كده في الانجليزي اهو. بصوا الامر مكتوب ايه، لقطة مقربة للعينين امرأة جميلة ذات ضفائر تطل ببراعة فوق سطح الماء. يعني ابتدى اللي عمل فيديو زي ده يكتب كل التفاصيل اللي بيتخيلها عشان لما يبتدي تعمل معالجة للنص ده يظهر له الفيديو بالشكل الاحترافي اللي انتوا شايفينه. فبالتالي انا اقدر من خلال الفيديوهات دي ابص كده الامر مكتوب ازاي وابتدي احاول اعمل امر زيه عشان يطلع برضو الفيديو زي ما انا بتخيله. طيب الامر دوت اكتبه ازاي؟ لازم طبعا الامر بيبقى باللغة الانجليزية. طيب وكالعادة زي كل فيديو بقول عندنا يا اما اروح على اي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي اللي انا ممكن اديله الفكرة او عبارة معينة مثلا وهو يبتدي يكتب لي امر بتفاصيل انا ما بعرفش اعملها زي قلنا تشات جي بي تي جوجل جيميناي وغيرهم، او لو انا حد مبتدئ خالص ممكن اروح برضو على جوجل ترجمة وابتدي اكتب كل التفاصيل اللي انا بتخيلها باللغة العربية ولما تترجم اخد الترجمة دي ونيجي هنا نعمل لها لصق وبعدين نعمل المعالجة للفيديو بتاعنا. فخلينا لو انا حد مبتدئ خالص تعالوا نروح على جوجل ترجمة اكتب التفاصيل اللي انا عايزها باللغة العربية وبعد كده ناخد الترجمة. طفل جميل يجري في سعادة في حديقة جميلة بها أشجار وأزهار وأشعة الشمس تنعكس على وجهه. ده كده على سبيل المثال سريعا، لكن انت حضرتك زي ما شفت حتى في الفيديوهات اللي سيبها لك أمثلة ممكن تدخل أي تفاصيل زيادة انت عايزها عشان يطلع المشهد زي ما انت عايز. وممكن كمان فيديوهات زي دي تخدمك في المحتوى بتاعك وانت مثلا بتعمل مونتاج، يعني مثلا محتوى تعليمي وعايز لقطة او فيديو يكون مدته ثواني لطفل موجود في فصل دراسي بينظر للمعلم او المعلمة وهكذا بقى كل واحد وعلى حسب محتوى. هاخد بقى الترجمة ديت ونروح على الموقع مرة تانية وبعدين اجي هنا عند ماذا تتخيل وابتدي اعمل لصق للنص بتاعنا، وبعد كده هقوم ضاغط على السهم ده
بعدها بقى هيبتدي يعمل عملية الجنريت او المعالجة ونشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. وتمت عملية المعالجة وزي ما حضراتكم شايفين ادي الفيديو بشكل واقعي واحترافي بنفس التفاصيل اللي انا طلبتها، ويعتبر كمان انا عامل امر بسيط يعني مفهوش تفاصيل كتير، ومع ذلك طلع الفيديو بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه. لو الفيديو تمام وعجبني بقوم ضاغط على كلمة تحميل فبيبتدي يتحمل معايا على الجهاز. طيب نفترض ان انا يعني ما عجبنيش قوي وعايز ممكن حاجة تانية، فهقوم ضاغط على ريجينيريت او جدد بحيث ان هو يبتدي يولد لي تاني فيديو غير ده بنفس التفاصيل اللي انا كنت طالبها منه. تعالوا برضو نضغط ونشوف هيغير ويبقى عامل ازاي. وبرضو تمت المعالجة سريعا وادي الفيديو الجديد طلع معانا بالشكل ده بعد ما طلبنا منه طبعا اعادة معالجة مرة تانية. الفيديو عجبني هضغط على كلمة تحميل او انسخ الرابط بتاعه واشاركه في اي مكان عادي، برضو اقدر اعمل حاجة زي كده. تمام، الموقع بيديك في اليوم الواحد 3 محاولات او 3 فيديوهات بتقدر ان انت تعملها، والمكتبة بتاعت هنا بيكون فيها المشاريع او الفيديوهات اللي انا انشأتها بتبقى موجودة في المكتبة بتاعتي، بحيث اللي انا لو حبيت ارجع عليها تاني في اي وقت اعدل عليها احملها مرة تانية ايا كان بتبقى موجودة برضو قصادي بالشكل ده. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم، وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.